حد مصافحة النساء، لا تجوز مصافحة النساء. قول النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء، قول النبي عليه الصلاة والسلام قد روي مرة موقوفا على معقل ابن يسار، مرة مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وقالت عائشة: ولا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، يعني عند البيعة.